بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم كيف نغير اسم المشروع واسم المجموعة واسم التيم. في البداية تعال نغير اسم المشروع. احنا هسه داخل بروجكت 1، اكيد راح نروح على السيتنج وهي مباشرة بحكي لك روبستري نيم. تعال نغير اسم المشروع ونخليه مثلا بهذا الشكل، وهي رينيم. بالضبط، هاي صار عندي اسم المشروع بروجكت 1، بطل داش. وهيك تعلمنا كيف نغير اسم المشروع. خلينا هسه مع بعض نغير اسم المجموعة. أنا عندي بروجكت 1، هاي اسم المجموعة بدي أغيرها. كيف؟ نروح أكيد على السيتنج. بروجكت 1 هو اسم المستعار. طب شو اسم المجموعة الحقيقي؟ هي محمد داش 1 0. خلينا ننزل لتحت لتحت لتحت، وهي في عندي هون رينيم اورجانيزيشن، وهي رينيم اورجانيزيشن. شو بحكي لي؟ اول نقطه، اذا انت معطي لينك المجموعه لاي شخص، مباشره لما يكبس عليها راح يتحول اللينك للاسم الجديد. والفكره منها انه حتى اللينك القديم يضل شغال حتى لو غيرت الاسم. اكيد انت انتبهت انه اللينك بيكون في داخله اسم المجموعه، فاذا انت غيرت الاسم فأكيد اللينكات القديمة مش راح تشتغل. لكن بحكي لك الجيت هاب، أنا راح أسوي لك ريدايركت، يعني راح يحول لك إياه مباشرة على الإشي الجديد. أنا متأكد راح أقول لك كيف. بصير يشيك مثلا محمد داش 1 0، إذا لقاها هيقول لك أهبا كان عندي اسم قديم لمجموعة وصار مثلا اسمها محمد السيد، فبيحولك مباشرة للمجموعة اسمها محمد السيد. هسه راح نحول اسم المجموعة لمحمد السيد. النقطة الثانية بيحكي لك انت محتاج تعمل ابديت لللوكال ريبستوري اللي بتكون على جهازك. ليش؟ لانه اللينكات راح تختلف، فانت بحاجه تعمل ابديت لللوكال ريبستوري. اخر نقطه بحكي لك انه راح ياخذ شويه وقت في تغيير الاسم، فبحكي له انا بفهم الحكي هذا كله، هم نغير الاسم لمحمد السيد زي ما اتفقنا، وهي تشينج اورجانيزيشن نيم. شو حكى لي هون؟ انه اسم المجموعة غير متاح، يعني في حدا ماخذ اسم المجموعة قبل. راح ارجع مرة ثانية رينيم. I understand. وهم نحكي له السيد. وخلينا نحكي مثلا هون 1. وهي تشينج. بالضبط. خلينا نشوف هسه نعمل فيو. وهي تم تغيير اسم المجموعة محمد داش السيد 1. وهيك تم تغيير اسم المجموعة بشكل ناجح. آخر نقطة عندي إياها، وهي كيف ممكن أغير أنا اسم التيم، وهي أسهل واحدة فيهم. مثلا عندي تيم 1، بدي أخلي مثلا تيم 2. بروح على السيتنج، بشيل ال 1 وبكتب مكانها 2، وهاي سيف تشينج. شو صار اسم التيم؟ صار اسمه تيم 2. أتمنى كانت أفكارنا واضحة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرات القادمة، ويعطيكم العافية.